بمناسبة حوار خاص مع الفنان ورائد المسرح الفردي الأستاذ عبد الحق الزروالي، صادفنا بالمناسبة الأستاذ عبد الحق سويطت الغني عن التعريف، وكنتمنى على أنه يعرف بنفسه للجمهور ديالو، وهو من مدينة فاس. عبد الحق سويطت هو من المؤسسين ديال الثقافة المغربية في فاس، هو رئيس مهرجان فاس لمتوسط الكتاب، وبالمناسبة في أن آخر مهرجان فاس لمتوسط قد حاز عبد الحق الزوالي بجائزة فاس العالمي للكتاب، والتي تقدر قيمتها ب 30 ألف درهم، والتي حاز فيها عبد الحق الزروالي. عبد الحق الزروالي ليس كشخصية مبتذلة، عبد الحق الزروالي هو غني عن التعريف، ابن مدينة فاس، الذي يعتبر من أعرق الأعمدة الفردية ديال المسرح الفردي، والذي مر بكل المدن العالمية والمغربية والعربية للمسرح الفردي. الآن يحل بمدينة فاس باعتباره أحد الأعمدة لمدينة فاس، مسرح فردي ويستحق أكثر من تكريم في هذه المدينة. سؤالك يعني بالنسبة لك أنت، واش كتشوف بأن عبد الحق الزروالي حظي بالمكانة يعني اللائقة به على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي؟ أعتقد بأنه احتل المكانة اللائقة به، سواء اعترف به المغرب او لم يعترف به، هو معترف به على المستوى العالمي. في ازمه يعني في حاله كورونا، واش كيبان لك بان المسرح الفن المسرحي فقد قيمته ولا مازال عنده العشاق ديالو؟ لا، لم يفقد سميتو عشاقه، والمسرح المغربي لم يفقد عشاقه في المغرب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.